ونعود إلى تفاصيل النبأ العاجل الذي عرضناه على شاشتنا قبل قليل، حيث نجر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله من انفجار استهدف موكبه بعبوة ناسفة بعد دخول قطاع غزة. قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الانفجار الذي أعقبه إطلاق نار أسفر عن وقوع 7 إصابات. للمزيد من المتابعة ينضم إلي عبر الهاتف من غزة الأستاذ حسن عبدو الكاتب والباحث السياسي. أستاذ حسن، أهلا بك معنا على شاشة أون لايف. يعني ما هي التفاصيل الأخرى المتوافرة حول محاولة استهداف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله؟ بدون شك هذا هو عمل مدان وجريمة مرفوضة، وهناك رفض شعبي وفصائلي لهذه المحاولة. في الغالب تم رمي عبوة على موكب رئيس الوزراء، وما بعده تم إطلاق نار من دراجة نارية، ثم حاولوا الفرار والجهات الأمنية تتابع هذا الحادث. بدون شك أن هذا الحادث له تداعيات سلبية كبيرة على ملف المصالحة وعلى العلاقة التي يتطلع الفلسطينيين جميعا لرأب الصدع بين الكل الفلسطيني وخاصة بين. هل هذا يعني أن أصابع الاتهام تتجه للإشارة إلى أي من الفصائل الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة؟ من السابق لأوانه توجيه الاتهام إلى أي جهة، لأن الفصائل لها مصلحة بوجود رامي الحمد الله ومعاونيه وحكومة الوفاق الوطني في غزة، بل هو مطلب رئيسي. لكن علينا النظر إلى أن الحصار المطلق وعزل قطاع غزة عن العالم أوجد بها بيئة مواتية للتطرف والإرهاب، وهذه الموجة ربما تتصاعد في المستقبل، كون أن القبضة الأمنية لحركة حماس بدأت ترتخي وليست كما في الماضي، كون أنها تعاني أيضا هي من هذا الحصار. نعم، هل هذا يفسر ما قامت به من رد فعل الرئاسة الفلسطينية حيث حملت حماس مسؤولية انفجار غزة؟ هل هنا الرئاسة الفلسطينية تقصد تردي الأوضاع الأمنية وعدم السيطرة الأمنية على الأوضاع في غزة؟ الجميع ينظر إلى حركة حماس بوصفها هي المسؤولة عن قطاع غزة، كونها هي المسيطرة على الأمنيا وبشكل كامل على قطاع غزة، لذلك يتم توجيه الاتهام إلى حركة حماس. لكن بالتأكيد أن حماس ودورها الأمني في قطاع غزة لم يكن كما كان في السابق. هناك عدم استلام رواتب للموظفين، وهذا لشهور طويلة أدى إلى ربما ارتخاء القبضة الأمنية على كثير من مفاصل القطاع، وبالتالي يمكن أن يتم حادث من هذا النوع لجهات متطرفة كداعش وغيرها من الفصائل المتطرفة. طيب أستاذ حسن، أنت ذكرت بأن بالتأكيد هناك تداعيات ستكون مترتبة على هذا الحادث، خصوصا ملف المصالحة. يعني إلى أي مدى حجم وشكل هذه التداعيات يمكن أن تصل إلى ملف المصالحة وقد تجعلها تتوقف مثلا؟ نعمل، نحن نأمل من كافة الأطراف احتواء هذا الحادث وتداعياته، ولكن بالتأكيد سيكون له تداعيات، وربما يتم إغلاق ملف المصالحة بالكامل من قبل رام الله. فهو حادث بدون شك كبير، تعرض رئيس الوزراء ورئيس رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني في قدومه إلى غزة في ظل وجود الوفد الأمن المصري الذي يسعى لرأب الصدع، والذي جاء من رام الله قبل يومين فقط لمحاولة التوصل إلى توافق حول الملفات العالقة. بالتأكيد سيكون له تداعيات، وربما يتم تراجع كبير في النظر إلى المصالحة بمجملها، كون أن الموضوع الأمني اليوم سيطفو على السطح من جديد. فلا يمكن أن ترغب حكومة رام الله أو تسعى لأن تكون موجودة في غزة في ظل وجود هذا الفلتان الأمني الذي ظهر من خلال هذا الاعتداء للأسف. نعم، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف من غزة الأستاذ حسن عبدو الكاتب والباحث السياسي.